هنعرف اكتر في تفاصيل اكتر مع احد المتضررين. يا فندم معاك. السلام عليكم. عليكم السلام. المشكله تحديدا احنا فاهمين لحد دلوقتي ان يعني في قرار، حتى القرار الاستثنائي اللي في بعض المحافظات الحقيقه لم يطبق، والمرور متعنت في هذه الفكره او بيقول انا ماشي قانوني وان هذه السيارات لا تصلح للعمل بعد 20 عام. هل في جديد؟ هل في نقطه تلاقي بينك وبين المرور النهارده؟ سامعك يا فندم. احنا لجأنا للمرور بدل المره كتير، وقلنا لهم احنا واقفين، وبعد ما دفعت انا تامينات ودفعت مؤسسه وضرايب وخلصت كل شيء على العربيه تمام، وقالوا لي الموافقه هتجي لك، استنى يوم اثنين وثلاثه، استنيت شهر، في الاخر قالوا لي عربيتك لا تصلح للتكييف. طب بناء على ايه؟ قال لي بناء العربيه الطياره فات عليها ثلاث سنين، ورغم ما كانش فات عليها ثلاث سنوات، يعني ما كانش اصدق بقى ثلاث سنوات. لجأت للبتاع لمرور طنطا، ومرور طنطا ومرور القاهره برضه ما رضيش يرخص العربيه، قال لي بتاع سيستم العربيات نزل من على السيستم خالص، ما فيش ترخيص. كان في يد دلوقتي ما فيش ترخيص. طب انا راجل، انا عندي دلوقتي خمس اوصال مش هاكل، انت هتكلمهم منين؟ وده المصدر الوحيد، مصدر رزقي الوحيد. اي فندم. يعني هم يقولوا لي انا اعمل ايه؟ طيب يعني انا دلوقتي لما العربيه ياخدها مني، طب احنا هناكل ونشرب منين؟ الاطفال ده هتاكل طبيعي، السكن هيدفعوا منين؟ طيب هو طبعا اكيد يعني ده قانون في النهايه احنا بنتحدث عنه، لكن تفاصيله او تبعاته على حضراتكم زي ما حضراتكم بتتحدثوا انها تبعات صعبه جدا، وان كتير من الاسر مش قادره حتى تدخل في المبادرات. ماذا عن مبادره ان انت تاخد عربيه، تحصل على سياره جديده، لكن تدفع مبلغ ما عشان تحصل على هذه السياره الجديده؟ البعض بيقول انا مش قادر اعمل ده، ما عنديش المبالغ اللي تخليني احصل على سياره جديده. امال ايه البدائل من وجهه نظركم؟ انتوا بقى اللي في المشكله وتعلموا ايه المناسب ليكم. احنا دلوقتي حضرتك، احنا قلنا لو في اي غرامات زي ما حضرتك، زي ما هو دلوقتي عمل غرامات وتصالح للمباني، احنا بنطلب برضه مصالحه لينا، اللي احنا يدينا مهله بسيطه نرخص فيها عربياتنا، وبعد كده عاوز يدخلنا المبادره، احنا مستعدين نخش المبادره، انا ما عنديش اعتراض، بس ما ياخدش مني العربيه. طب لما ياخد مني العربيه ده المصدر الرزق بتاعنا الوحيد، مفيش مصدر ثاني. طب هنشتغل ايه طيب؟ يعني ياخد عربيه عمرنا كله، العمر كله، ويجي ياخدها مننا النهارده. بنتهرب من المرور، يعني بنتهرب ونخش شوارع كبابيه ونتهرب من المرور، هنعمل ايه طيب؟ اكيد مرتبكين بشكل كبير جدا، واكيد لما بيقع احدكم تحت مثلا فئات من المرور من اللي بتمشي حالها، ممكن يعني برضو البعض يتم ابتزازه بشكل ما. انا متصوره المشهد، لان مش كل المؤسسه جيده ولا كلها سيئه، لكن هذه التفصيله هل بيحصل معاكم كده؟ يعني لو واحد مثلا وقع تحت ايد ضباط مرور من اللي هيعدوا له الامر لكن مقابل مبلغ ما، بيحصل ده يا فندم؟ بيحصل في حياتكم؟ بيحصل ابتزاز ما معاك؟ حاليا ما حصلش معانا. يعني ما حصلش معانا اللي حد، لا هم هنا بيطبقوا القانون تمام، سيادتك لو خدوا العربيه اللي تتمسك خلاص، وما زال فعلا عربيات مننا اتاخدت فعلا وما شافوهاش لحد النهارده. يعني معانا عربيات هنا في الغربيه اتاخدت بقالها اكتر من سنه ونص ومش عارفين يطلعوها. يقول له استنى قرار رئاسي، كل ما يكلموه يقول لك استنى قرار رئاسي، ما عادش قرار محافظه. لك على مستوى الجمهوريه كلها، فاحنا مش عارفين. احنا بنطلب، احنا دلوقتي بنطلب بس يدينا مصالحه، يدينا مصالحه زي ما عاملها للمباني كده. طيب في بعض المحافظات اعتقد في الغربيه يا فندم، اسمح لي، ان المحافظ يعني ادى لحضراتكم او سمح لوقت ما ان انتوا بالفعل تحصلوا على ترخيص، لكن المرور هي اللي رفضت تنفيذ قرار المحافظ. تفتكر المشكله عند اي جهه؟ يعني هنا المحافظ بيحاول ان هو مثلا يتجاوب مع المشكله ويقترب منها اكتر، يحاول يديكوا فرصه ثانيه، لكن المرور وقفت الامر ده، او ان هي ماشيه بقى بالقانون بتاعها وبتتحدث زي ما حضرتك بتقول ان ده قرار رئاسي. مين يفصل ما بين الجهتين؟ المرور يا فندم رفض، اللي هو يرفض المحافظ فعلا سلمنا الموافقه وجرينا وسعينا وجبنا فعلا الموافقه من المحافظه. لما رحنا المرور سيادتك قال لنا القرار محافظ، القرار دلوقتي مش في ايد المحافظه، القرار دلوقتي في ايد الهيئه العامه للمرور. نزلنا القاهره ورحنا الهيئه العامه، قال لك دلوقتي
موضوع قانون من 2008 تمام بيصدر على ذلك. نفس الوقت حضرتك القانون من 2008 المفروض ادي مهله للمواطن اللي هو ما رخصش عربياته عشان ازمه كورونا والازمات اللي احنا مرينا بيها تمام، ادينا مهله اخيره بس لو شهر واحد رخص عربياتك واحنا مستعدين لاي غرامات هو عايزها. اي فندم يعني اذا انتوا يعني دلوقتي بتحاولوا توضحوا ان ظروفكم صعبه وان انتوا كل اللي بتطلبوه هي فكره التقنين او فرصه مهله يكون فيها الترخيص ساري عشان تستطيعوا ان انتوا حتى تلتحقوا باي مبادره، لان كمان بيشترط في المبادرات دي ان يكون الترخيص ساري زي ما فهمت من بعضكم. عموما اشكرك شكرا جزيلا ليك.